السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية أخواني وحبايب المتابعين، أهلا وسهلا فيكم ورجعنا لكم بفيديو جديد ويوم جديد، وإن شاء الله يكون يوم سعيد علينا وعليكم وأسعد الله مساءكم. اليوم يا معلمي من سحاب العز، سحاب الطير الجميل، سحاب الطير المميز النخب. اليوم يا أخوان إحنا من عند أخونا الغالي علي النايف، حلقة مرتبة، بنت عالم وناس مؤدبة بتقرأ وبتكتب، حلقة جميلة مميزة. العرق زي البولندي عندنا هنا على السطح ما شاء الله، حبات حلوة مرتبة. خليكم معنا نفرجيكم أول شيء الجواز، بعدين نفرجيكم الخشاش، بعدين أنا عامل لكم حركة هنا مرتبة، وهي جايب حمامي أفلتها من هنا، جايب 13 زاجل ما شاء الله، جايب 13 زاجل أفلتهم من هنا. سواجلي اسمع، خزقولي سحاب، خزقولي سحاب، اي واحد بتابعني من سحاب بخلط معك كشة فيها زاجل ابيض يعرف انه هاي كشة ابيوس. وين علي؟ علي قاعد بحكي تليفون، خليه يخلص، خلي الحمام تحفظ حالها تتريح تتفرفش، بعدين نفتح عليها وبنسويها. خلي انا حبايبي بنبلش من هون. طبعا علي ايش حاط على الحمام هون يا معلم؟ جاي شو لازم يحط جراضية جنبه هون، ما شاء الله عباس يزرق الله يبارك، يهديات حمر، فحل جوا البيض، مراقيع صفر طيرة كأنها جوا فراخ أو بيض. وعندك هون يا معلمي ويه بده جراضية ليسكر أو يفتح باب، وأنا عندك مكابي صفر، شو مكابي؟ مراقيع صفر، مزهورات صفر بلديات. وهنا عندك مكابي زرق الله يبارك. علي وين الجراضية اللي بتفتح فيها الباب يا زلمة؟ أخ بالله عليك يا زلمه ليش هيك؟ برجع لك. ايوه عندنا هون بالحاره نواحي محله مكابي زرق. المهم طلع اصبع انقرص قرص، كيف بسكر بعرفش. هانا انسونا، هانا فاضي فش ما شاء الله، مغربيات صلاه النبي ما شاء الله. هات المزهورات، حلو حلو ما شاء الله. هانا في جواز، هناك في جواز كمان، خلينا نروح نشوفهم. طبعا السطح كبير كثير، طلع ما شاء الله العروق الله يبارك. لسه احنا ما فرجناكم شيء من العروق ولا من الحمام، خلينا بس ايش احنا خلينا مبدئيا نشوف الجواز. زرادية بدك لتفتح الباب عند علي، هانا الصح. تعال فرجينا يا علي معناته الصح. علي ابتسم ابتسامة قوية وبقول هانا الصح. هذا شاف من غيرك ابو يوسف. يلا ما شاء الله، فواضح ها؟ ما شاء الله صلاة النبي الله يبارك. يا زلمة عادي بس بمشط لك انا في المونتاج ما عليك. صحاني من النوم يا اخوان، ها صحينا علي من النوم. ما انا متفق معك، شو عامل لك انت اذا انك نايم عاد؟ انا عندي اتفاق معك. ما شاء الله صلاة النبي، هذا الفحل علي زي هيك. قديش حق الجوز ولا هذول ما بتبيع حنش؟ يعني لو بدك تبيع فرخين منهن قديش حق الجوز زي هيك؟ من السبعين للمية، من السبعين للمية حسب يعني الجمال. لا جميل، لا ما شاء الله عليك. علي انت ما شاء الله، انت اللي بده يطلع عندك يحاول يفتح قين بده زرادية معه او شكوش عشان اسمع الصوت وطلع حرام. ما شاء الله الله يبارك. الله يبعدك. طبعا ما شاء الله مسوي، طلع الفك الله يبارك ما شاء الله صلاة النبي الله يبارك لك. علي ايش في على السطح الثاني، كلب ولا ايش؟ لا داربوزة. ما شاء الله الله يبارك. هذا هذا الفحل ها والطيرة ما شاء الله صلاة النبي. تلاقي حبات نخب عند علي هون يا معلمي، صلاة النبي وجه الطيبة جميلات. الفرخين هان قديش حقهن علي؟ والله هذول الجوز 2500 قلت لك عنهم. هذول ما غيرهن؟ هذول طالب في الجوز 500 ليرة. طبعا يا اخوان اي شيء على السطح عند علي للبيع. للبيع يا معلمي. عبود ابن اخوي ببيعه. تعال عبود. تعال عبود خلينا نبيعك. تعال عبود. شرد عبود. ايش هذول؟ شكالي سود؟ صلاة النبي ما شاء الله. نص متر صلاة النبي، الله يبارك. بدك اثنين يمسكون. الله يبارك صلاة النبي. طبعا عندي حبة يا ابو يوسف اسفر لك اياها، 1000 حبة. ما شاء الله. ما شاء الله. شو سعر الجوز زي هيك؟ طبعا انا بسألك لأنه أنت عندك قهوة، فأنت كل شيء عندك للبيع. يعني بس مش مشكلة عادي للبيع يا سيدي. حلو. هذول ب 100 150 الله يبارك، ريحنا ما شاء الله. هذول ريحاني على بتنجانيه سوداء برمي مذهبات. هذول ايش؟ حمرات؟ حمراي بيضة عم سود مقلوب ما شاء الله. هذه اعجميات. حلو. ايهما ما شاء الله. خلاص مبينات مبينات، غلبش حالك، الاشي اللي بغلبك بالمسك انسى. الابرش ايش حاطه؟ شكالي سود. عسل. قرنفليات.
ما شاء الله. لا في تركيبات عندك غريبه، شو قصتها هاي؟ بفرجيك اولادهم بس اخوان. ما انا انا هذا اللي بحكي فيه. بس افرجيك ابنك. صلاة النبي قرنفله جميل تمام لونه حلو. هذا طيرته بلديه سوداء اهليها قرنفليات. برمي لي فرق على الثاني. فرخ قرنفل. الله يبارك. صلاة النبي ابو يوسف ما شاء الله. صلاة النبي صلاة النبي. يا عمي قالوا لي علي النايف عنده حمام، وانا من زمان مش راضي اجي على علي، طلع عنده حمام. ما شاء الله. الله يبارك لك كله. الله يبارك لك. الله ما تقصر. صلاة النبي طلع الشكلي يا زلمة ما شاء الله. الله اللهم لا حسد طبعا، بده أربعة يمسكوا عن جد. الله يبارك. عندك من فراخ وها؟ هاي تحت الفراخ. ما شاء الله. قديش بتبيع الفراخ إذا بتبيع؟ هذا فرخ وصلت ما جاك هدية. الله يبارك لك حبيبي علي. ما شاء الله فرخ شكلي. هاي جانا فرخ شكلي هدية يا اخوان هالقد صغير. رزي حلو بيطلع الرزيات. الله يبارك لك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. ما شاء الله. طيرته رزية؟ لا شو اسمها؟ عنبية بيحكوا لها ممكن؟ ما شاء الله. الله يبارك. برم الرزيات. حلو حلو. ما شاء الله ما شاء الله. إذا عندك شيء تحط من الفرخ لا يا علي وين بحضن أنا؟ الله يبارك لك حبيبي. ظل جواز هيك؟ لا يا لسه ضايل بقول لك ما شاء الله. الله يبارك. طلع كيف بيسكر القدون بتغلب. هذول يا سيدي العزيز اللهم صل على سيدنا محمد اضربهم عليه الصلاه والسلام. طبعا الثوب مسكر من فوق. الثوب مسكر حلو. حلو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك. طيرته. الله يبارك. لاحظت لامحتها انا. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا اهليها اهليها اصلا ايش؟ عرجاني على عراجنة. عراجنة فيها فيها حمار ترى فيها خفيف فيها حمار. حلو حلو. الله يبارك ما شاء الله. الله يبارك. الله يبارك. بس هاي هذول معلش انا متابعينك بالاشعري. الاشعريات طبعا هذا ابرش. حلو جميل الابرش اسود. صلاة النبي شوف ما شاء الله يا ابيض. اوعه سلمت ابو حاكم لازم نجيب هذه. ما شاء الله. الله يبارك. حلو حلو. هانا الربشات الالمنيه. هانا ربشات. هانا في نوريات كانه ولا ايش هذول؟ عمريات هسه تعال هاي. هانا في هان ما شفناش صح في تركيبات ما شفتهاش. خلينا اياها التركيبة. ابن زينب خلي متابعينك يعني تمام ماشي يلا هسه انا بفرجيك ابنهن وخلي متابعينك يحزروا شو بير من هذول. تمام حلو ابرش. حلو بدنا بالتعليقات اخوان تحزروا ايش؟ بير من الجوز هذول. طيرتوا ايش هاي؟ بلدية سوداء. حلو بلدية سوداء رسمية. شو برمن؟ مش بلدية بلدية. بلدية السودة بلدية. حلو حلو حلو. فاهم عليك. انت عراجن هاي. مبين الكتف فضاك. انا باشا. طب شو برمن زي هيك يا علي؟ الين فرخ؟ شو بده يكون رامي؟ ابن طالب فيه 1000. 1000؟ فرجيني اياه مشان الله. الوحيد في الاردن. يلا حلو. هذول علي النايف ترى راح احط عنوان الحلقة عند علي النايف طير حقه 1000 دينار. ماشي هسه بس تشوف انت بتقيم. ما شاء الله. هذول برمن كنقات برامليات ولا براميليات ومشامش. حلو مشامش ما شاء الله. ما شاء الله كنقات. حلو طبعا الخلف احمر دم. حلو الله يبارك. انا هاي في حمام طالع موعد بس فيش كوم. الله ما شاء الله كلها بتكش. خالد ابو طعيم. خالد ابو طعيم ايوه تحيات نيرو. انا هذول عوديات عاديات تحت عمريات. عمريات وليش؟ كاني شفت عمريات. تفاجئ فيه. والله كاني شفت عمريات. شوف عمريات. عمريات تفاجئ فيه. ولا نوريات. دقيقة بايضة. برجع بمسك. هذول بنشوف لنا الشيء. لازم نمسكن ها. أوب أوب. عادي 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 فراغ. شو الطيارة اللي طلع؟ شو أنا شايفه مغبر. مغبر وشو الطيارة؟ مغبرة.
هسه قول لي فراخن عبسيات هسه. لا لا شوف كيف هسه بس يقفن. البيزي كوبرا هدول برلين. ايوه شفت الجنة. الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله. طلعت طيره اخوان بس مش ماخذه راحتها زي اللي اخذته منك التشاينيز لما يطلع الرفصه هيك تلقاه بيعمل اخو الشرك مطلع. ايوه ما شاء الله ما شاء الله. طب انا طب انا قبل ما هسه انسى بدنا نفتح على الزواج تبعوني خليني روحن هسه. افتح لي عليهم. بلاش ياخذ النجدات. معقول؟ اطلع حمامك على الرفصه لانه الحمام هاي حتطلع هيك دغري. خليكم معنا يا اخوان. والله يا اخوان بدي افتح حمامي انا. هذول مناح عندك؟ طمن حمامك وش على الرفصه بس عليك الرفصه. عادي عادي ما عليك ما دام انا وصفرت فيك. هذا خذ هاي ايه اللي اخذ الحمام كله. عادي عادي لا لا بس الاضربات مش حتلقى فيه ضربات تبعي. راح محن على الدار يا معلم. تعي تعي روح على الدار بس ما ينصادش. تعي 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 لتفك لتفك لتفك. اسمع اذا ما حكى كشميري بلجيكي راح غير هيك لا مش حيروح. تقلق تقلق لا يا زلمه هذول بس بيمزحوا معك. شايف؟ ايش اخذك؟ بقول لك بيمزحوا معك؟ اخذ لك ضربات؟ لا 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 طلع معك. شايف علي؟ المهم الجديد. هاي الطلين طلع هي مو حمامي راحت. كشميري والمكلف طلع حمامك ضلت رايحة. عارف. ايش قلت لك علي بيمزحوا معك؟ يلا يا اخوان نرجع. طاهات؟ اخوان هاي غرفة عارف شو مسميها علي؟ بقول لك هاي للنفي مغلق. ما شاء الله الدبابنا والله فيها كم دبان منيح. الله يا اخوان شو هذا الدبان اللي مشخط يا معلم؟ كانه شارد من عندي علي. عندي واحد زيه امبارح. والله جبت واحد زيه سلف حاكم. ما شاء الله هاي الغرفه شكلها تحضين وزاد فيها دبابنا انها تشتغل براحتها صح؟ نفس تقريبا طواير وفحول طواير وفحول. فهمت عليك. فهمت عليك. هاي الخشه فيها هاني يا معلمي جلفين قراقطه حلوات عجبني. هي هاب وهي هاب بس هذا حاسه شوي عليه كانه هذا في شيء برجله طرا. شوف هذا الجلف شايفه؟ لا لا شوف هي برفع رجله والله. لا في شيء لا في شيء برجله دير بالك انتبه له بس ركز له ركز له ما شاء الله. وهيك يا اخوان الحرذون شفت وينه شوفوا لمحته جوا. خلينا نشوف الحرذون. طبعا يا اخوان عن جد فرجانه طير علي انا بصراحه شخصيا اول مره بشوفه اللي هو ايش علي الفرجيتنا اياه شو نوعه؟ احكي عادي. فتل اسود. مفتل اسود هاتوا علي. فتل اسود يا اخوان اللي معروف انه في مفتل ابيض تمام اما اسود. اسود ازرق. هسه في فرق بين الابرش والمفتل عشان تكونوا عارفين. هذا مفتل اسود سك ولا ريشه ولا نمشه بيضه تمام ما شاء الله عليه. بقول لك علي حقه ألف. طبعا انا بصراحه ما شفته ما بفهم في النوعيه هاي بس على كلامه الزلمه عارف شو بيحكي. كلامك ابو يوسف وعلى كلامي فيش ولا واحد يمكن تلاقي واحد بالاردن غيري عنده حبه زيها. حلو الزلمه أبداً. واثق من نفسه نقدرش نقول له لا يا عمي. يلا خليكم معنا يا اخوان هسه بس نطلع الحمام كلها ونحطها على الارض نحكي شويه كلام منيح. خليكم معنا نطلع الخشة كيف؟ يعني الخشة ما شاء الله عليها بحر 900 طير يعني الخشة لحالها ما شاء الله الله يبارك. خشة شو كثيرة ومرتبة الله يبارك له سطحه مرتب. طبعا يا اخوان مش حدا مطير صح؟ هسا يا اخوان وقت التطير عند علي. طبعا ما شاء الله كلها عروس صلاة النبي وعلى الصفرة. عصفيرته بقول لك عمي. ما شاء الله الله يبارك. طبعا الحمام دائما بنيجي عند الناس نصور والحمام شبعانه. طلع ما شاء الله الانجليزي هاي في عندك انجليزي ابيض صلاة النبي جميل الله يبارك ما شاء الله. علي جرب الحق الدباني بالله. هاي هان ما شاء الله عليها يا اخوان. طلع الامازوني حبات منيحه بس ايش يا اخوان هيو هيو على الزاويه
طبعا هاي كلها بيتهم، هاي دير بالك كلها بيت، كلها بيتهم يعني تطير بس ايش بنقول هناك. ما شاء الله، الله يبارك. طلع طبعا حمام عبيانه، هانا بسحاب والله احسن من عندنا على فكره، او يمكن منطقه علي عبيانه الله اعلم. عرفتكم عبيانه، عبيانه كالشيشه ما شاء الله. في ما شاء الله هناك هان انا شكلي هذا شكلي الازرق. ما شاء الله. ايش عليه؟ شو اخبار الصيد هان؟ شو في صيد هان؟ شو اشي صايد وفرجينا اياه؟ اخر صيد صطه على السطح. افرجيك اخر صيد. يلا خلينا نفرجي. خلينا نشوف اخر صيد عند علي. الله يا علي. خلينا نشوف اخر صيد عند علي اليوم. شكله بلدي. معقول بلدي؟ ما شاء الله في مطوق احمر جميل جوا. الله يبارك. مش عارفه يا علي؟ هسه هو في حل من الاثنين، يا اما صايد ولا واحد صاحبك وبدك تعمل له حركه فيه. حلو. هذا بس صايد باكستاني. حلو. باكستاني. حلو. وهذا ما شاء الله. حلو. لا حلو. لا حلو عن جد. طب اشيري قراكته مشخط، ابصر شو بحكوا له هذا معلم. اسود. هو معايبه. طب ارجع ورا خلينا نعمل هيك. هو اللي عايبه هسه هو هذا لون مسكر، بس هو هذا لا عليه حرج لانه طلع كم لون فيه، اسود وسكني واحمر يعني وازرق يعني كثير. بس ارجع فيه علي، خلينا ناخذ لك لقطه الشاشه هيك. ارجع ورا ورا هان هان عند عند التب. لا حلو هذا اللي انا بدي اياه، حط لي فيه هان بس. ارجع 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 ورا، ارجع ورا علي. علي يا اخوان ملوش على التصوير. ايوه افتح لي جنحه هسه. ايوه ايوه خلاص هيك. ثاني. الله يبارك. خلاص هيك امورنا لوز. الله يبارك. طبعا يا اخوان هذا صيد، هذا ما شاء الله حلو الطير. ترى ديروا بالكم يا اخوان يعتبر يعني مميز. ليش نحكي طفره؟ ايوه خلينا نحكي طفره. طلع الدبان الازرق. ما انا عارف. ما شاء الله. ترى انا زيك بحب هاي الشغلات، بس كيف يعني المميز اكثر دائما بدور. اللي بتلاقي الاميز بتجيب. طبعا ما شاء الله صلاه النبي. طلع هالمزهور دج حتى ما شاء الله. يلا خلي علي يفرجن. حلو. عبسي بالك؟ عبسي عبسي اكيد. الله يمكن. ما شاء الله ايش هذا؟ صلاه النبي صلاه النبي. ايش هذا؟ شفر؟ شفر بذنب، بس شفر لبني، ما فيش شفر هيك اللون. شفر. او قزازي صح؟ تقدر تحكي قزازي. لا قيم الذيل ماشي شفر. هاي شوف الكحله ترى الزق رايحه. ما شاء الله الله يبارك. جميل. لا جميل هسه امسك لك واحد من عياله تشوفه شفر نظامي. حلو الله يبارك. ما شاء الله احباكه جميل الطير. ايش هذا من اولاده؟ لا ضحك. ما شاء الله الله يبارك الله يبارك. صداك شفر نظامي اكثر منه. حلو. طبعا علي عنده حبات مميزه يا اخوان، بس انت الكثره هاي، الكثره هاي مخبيتها اولا، ثانيا الحمام مش جعانه، يعني لو جعانه بتبين، بتقرب الحمام عندك تتفرد. حمام مش جعانه. ثاني مره احنا لما نيجي نصور عند حدا لازم نقول له جو حمامك. هذول برمين بذنب ابيض، يهودي بذنب ابيض. ما شاء الله الله يبارك. فهل. مكابي مش يهودية. في رشتين بيض هي. عيالهم ذنب ابيض. سبيرمنت كرت. ما شاء الله جميل كمان. وجهه جميل. جسمه جميل. قصته حلوة ثابتة. ما عدا الرشتين طبعا. لا هن الرشتين الاساس. حلو. هم اللي برمل لك اسود. ابيض. ديل ابيض. ما شاء الله. الله يبارك. ترى هدول مناح كثير ترى. هدول عملت لك شغل. ما شاء الله. حلو الله يبارك. بلش علي، بلش علي فرجينا الشغلات تايهه عنا. مين هذا علي؟ هاي في قرباش. هاي في قرباش هان. ايش هذا القرباش؟ هذا هذا ايش هذا القرباش يا علي؟ هذول بيجي بحطهم عندي. خلينا نسلم عليه. خلينا نسلم عليه. شو اسمه؟ ابراهيم ابو حفيظ. ابراهيم مساء الخير حبيبي. سلم على الشباب.
بكره عندك ها؟ ان شاء الله حبيبي. اصبر ما شاء الله. حمامه كلها ملونه. صلاه النبي. هذا بكره. ربي عروقه بربي الوان. بكره عند ابراهيم معلم. ان شاء الله. الله يبارك. ما شاء الله الوان الوان. كل الالوان فيها. الله يبارك له، الله يبارك له، الله يبارك له ما شاء الله. صيد مع ابراهيم؟ لا ابراهيم بقدرش لد حمام وين انا عندي. بحكي ما شاء الله. حماماته بروح للترحيل علي. بس ما شاء الله مزوق ابراهيم دير باله. مزوق هذول بس تشوف وجوههم حباته مميز. حلو. الله يبارك ان شاء الله، الله يبارك ما شاء الله. يلا يا اخوان استنوا بكره حرقه عند ابراهيم ابو حفيظ ان شاء الله اذا كان فاضي. اي عواد ابو زيد. عواد ابو نواف. ابو نواف هي ابو نواف. هذا العقيد بقول له؟ لا هذاك اشرف العايد العقيد، هذا عواد ابو زيد ابو نواف. ابو نواف الله يبارك. هيا طبعا طبعا اعلى دار مكيف ها. ما شاء الله يعني هان سطحه دير بالك سطحه مميز. السوري بتعرفه؟ وين ابو قاسم؟ مش شايف ده. الزنك الابيض. ايوه هيا هيا في عبك انه. وين انا مش شايفه عليه. هيا ابو الابيض ابو الابيض هيا شفته هيا. يلا بعد بكره عنده يا اخوان. لفه بسحاب بكره ان شاء الله. يلا هاي ما شاء الله حمامات وصلاه بكره عندك. جهز حالك بكره حبيبي الله يسعدك ما شاء الله. طبعا يا اخوان سحاب عندنا واخوان ديروا بالكم. هاي ما شاء الله ديروا بالكم مش مبالغه والله بسحاب عندنا حمام. عندنا حمام لا يغرك عندنا حمام. طلع ما شاء الله السكري سكري صح علي؟ طلع صلاة النبي ما شاء الله. بكشوع انه عادي يعني. انجليزي ما شاء الله. لبس لبس لابراهيم. يلا لبس لبس له علي. بدي لبس لابراهيم يا اخوان نعمل كوكون. بس خليها تقلب لجاي عشان ايش؟ تخش في البحر. هي طبعا مطلع انا ثقل ومطلع. مطلع كل حمامك بعرف انت لو مطلع الحمام اللي بتطير عندك امورك تمام. مطلع حمام يعني في بتجرب بتجرب بتجرب. بعرف انت اللي بتطيرش عندك في القهوه بتجيبه هان تطيره قهوه. ما شاء الله. خليها بس تخلط هان مش هتقلب عليه. شوف سبحان الله. قول له شد قول له شد عليه. ايوه قلبت له قلبت له قلبت له قلبت له قلبت له. هاي كوم يا عم ابو حاكم. ما شاء الله. والله تعرف انت اذا ما تطلع ما شاء الله طلع ابو العقيق الهار ما شاء الله. استنى هسه عواد بس يكون ما شاء الله. فين يا زلمه يلا ما شاء الله. الله يبارك الله يبارك ما شاء الله. يلا خليكم معنا اخوان. هاي بلشنا نحطط الحمام امورنا تمام. تحبس الحمام احلى شيء في حمام علي بقول لك تحبس على السرير. شو مالك؟ طبعا يا اخوان بدنا نروح نصور حلقه عند شو اسمون عند ابراهيم. مباغت ومباغت. طبعا يا اخوان بدنا نروح عليه هيك خلاص بما انه احنا موجودين وموجودين بنروح عليه جاهز ولا معه قمر ولا شيء. فش عنده قول له هينا جايين لك. حبس عليه ما شاء الله. حمامات جميله الله يبارك له يعني والله سطح يعني حلو وكبير. طبعا السطح مكسوم عشان تكونوا عارفين مكسوم مكسوم قسمين السطح يعني لسه هناك ورا في سطح ورا في سطح. الله يبارك ما شاء الله وخشش منيحه وسطح جميل. هاي هذا جديد هذا جديد هذا جديد هذا هذا يا اخوان مسود قراقطه يا اخوان قد كفت الايد صلاه النبي. هذا كنت بدي اخذه بس مشكلته يا اخوان ايش مش كاشف لا فحل ولا طيره. الله يبارك ما شاء الله القرقاطي الله يبارك. الحمام الحلو حلو يا عمي ليش لا؟ شو رايك ابو حاكم؟ والله مناح بس تعرف احنا اجينا له كمان برضو اجينا له فجأة ما كانش مستعد الزلمة بصراحة وكان بطعم الحمام بس يعني ما شاء الله زبطت وضعها ما شاء الله زبطت وضعها الحمام. تعرف لو انه مطلع اللي بطير عندنا مناح اموره تمام بتكون. الله يبارك له يعني الزلمة ما قصر والله يعطيه العافية. واستنونا بالحلقة القادمة عند الغالي إبراهيم. هاي حماماته هان ما شاء الله عنده كمشة ألوان محترمة ونخل الله يبارك. يلا يا إخوان هيك بنكون وصلنا لنهاية الحلقة. بتمنى يكون عجبك المقطع. بتمنى يا إخوان ما تقصروش معنا باللايكات والاشتراكات لأنه الأسبوع هذا كله حيكون زيارات. يعطيكم العافية ونشوفكم أخير.